وحكاية يوم جديد مع بعض بنفتكره زي النهاردة. زي النهاردة 15 فبراير سنة 399 قبل الميلاد اتحكم على الفيلسوف سقراط بالإعدام. أما سنة 1794 فرنسا تتبنى العلم الأزرق والأبيض والأحمر. أما عن سنة 1936 أعلن أدولف هتلر عن بدء خطة إنتاج سيارة رخيصة الثمن في ألمانيا. وعن مواليد زي النهاردة، فزي النهاردة 1986 اتولدت الممثلة الأمريكية أمبر رايلي واللي من أعمالها Let It Shine. وعن اللي رحلوا عن عالمنا زي النهاردة، فسنة 1999 رحل هنري كيندل عالم الفيزياء الأمريكي الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء. أما عن الأعياد والمناسبات فزي النهاردة هو اليوم الوطني في صربيا ويوم الدفاع الشامل في سنغافورة وكمان هو اليوم العالمي لسرطان الأطفال. وزي النهاردة 15 فبراير 1954 كان العرض الأول لفيلم أنا الحب بسينما أوبرا بالقاهرة. الفيلم بطولة شادية، محسن سرحان، يحيى شاهين، زهرة العلا وحسين رياض وإخراج بركات. خلصت حلقتنا وبكرة حكاية يوم جديد زي النهاردة.